السلام عليكم. ها لاباس سوا؟ صار الحمد لله. الحمد لله. يا سيد هار اشنو المو عندي الهند شو دام يا الهند الا قال لك بحالك بشبي اليوم غريبي وحق الله صدمه. خوشي خوشاتي هذا فيديو جديد عشان معكم ان شاء الله غادي نشاركوه. قررنا ان شاء الله راه في شهر واحد غادي نجيو للمغرب الى بغى الله الى بقينا في الحياه. باقي ما عرفناش النهار بالضبط حيت على حساب الوالدين ديال لويس حتى هما حيت خدامين باغيين يجيو معنا حيت لاصقينا باغيين يجيو للمغرب. غادي نجيو للمغرب ان شاء الله تما غادي نجلسوا ان شاء الله واحد 15 يوم هكاك غير هو باقي ما عرفناش بالضبط امتى. المهم مورا راس العام مورا راس العام يعني واحد 3 ايام ديك الساعه يعني اي نهار نقدروا نجيو فيه ونقصت تما واحد 15 يوم ودايرين واحد القضيه غادي نطلعوا لمراكش. مراكش ضروري غادي نطلعوا تما وانا غادي نشرح لكم يعني كيفاش غادي البلاصه اللي غادي نمشيو ليها وكيفاش تاع عرفنا ديك البلاصه. وخليكم معنا في هذا الفيديو وغادي تشوفوا معنا كل شيء ان شاء الله. المهم اخوت هاد الاوتيل هذا اللي غادي نجيو ليه كاين في مراكش كيف قلت لكم الاوتيل سميتو اوتيل لوتيشكا. كتجيت لي داك العام انا ولويز كنا جلسنا فيه واحد 5 ايام مع 6 ايام بحال هكاك 6 ايام هكاك كنا ريزيرفيناه من واحد السيت. وهاد العام بغينا نجيو ليه عاوتاني هو نيت لحقاش عجبنا هاد لوطيل ملي بغينا ريزيرفيو من السيت عاوتاني لقيناه شويه غالي. تعرفت على واحد لاجونس هاد لاجونس اللي نفعتني بزاف 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 وبغيت نشاركها معكم الخوت بنادم يعني باش ميبقاش غلط في هاد القضيه هادي. هاد لاجونس باش نفعتني انا شفت في السيت دايرين واحد المبلغ ملي هضرت مع هاد لاجونس هادي عطيتهم غير النهار يعني غير مثال امتى غادي نجي. ملي جيت نشوف لقيت ثمن ناقص بزاف على السيت يعني السيت كياخذ واحد الفائده يعني كيخلص ضريبه ديالو كيخلص شحال من حاجه يعني كي طالعه يعني المبلغ كيكون طالع شويه. لهذا هاد السيت هاد لاجونس عفوا نفعتني بشحال من حاجه يعني على اساس والديها تما جايين خاصهم تما الشومبر ديالهم يعني غادي ماشي جاي غير انا ولويز هاد الخطره هادي جاي معنا بنتنا ان شاء الله. هاد لاجونس سميتها بنيس فواياج يعني نفعونا بزاف الحوايج يعني اللي بغيتوا اي معلومات ديالهم اي شي حاجه بغيتوا تواصلوا معاهم عبر الواتساب القناه ديالهم على اليوتيوب باش تشوفوا لي زوطيل اللي كيتعاملوا معاهم وداك الشيء باش يشوفوا معاكم لي زوطيل يعني خاص بزاف وبثمن مناسب واوتيل تا هو زوين. بغيتوا اي حاجه غادي تلقاوها في ديسكريبسيون تحت من الفيديو غادي تلقاو النمره ديالهم ديال الواتساب باش تواصلوا معاهم ديريكت. بغيتو تشوفوا كيف قلت لكم القناه ديالهم راه غادي تلقاوها حتى هي في الديسكريبسيون باش تشوفوا القناه ديالهم على اليوتيوب وتشوفوا الفيديوهات اللي اللي فيهم لي زوطي اللي كيتعاملوا معاهم. المهم اي معلومه الخوت راه غادي تلقاوها تحت الفيديو ولوطي اللي كتفيه راه نتوما غادي تشوفوه ها هو غادي كيبان لكم. فيه بيسين زوين السيرفيس ديالو زوين المعامله ديالهم زوينه. هذا هو اللي كتشوفوا فيه هذا هو لوطي اللي كنت فيه ذاك العام وباغي نجيو ليه هاد العام ان شاء الله الا بغى الله. لويز كان يو كام بليز. لويز غادي نخليها تهضر بلونجلي احسن احسن مني انا باش تشرح على هاد لوطيل هذا كاع الناس اللي بغاو مثلا يجيو من هنا من البلاد هنايا ولا يمشيو بلدان اخرى بغاو يجيو للمغرب اشرح لهم بلونجلي احسن. بس فيهم قلت لي هذا لك كان يو اكسبلين تو ذيم about that agency if they want any information or something about the people who speak in English. The ones that have given us Letitia. Yeah. If you want to book any hotel in Morocco, do it through them because they're really cheap. And if you want to ask them any questions or have a look, then the YouTube channel and their WhatsApp's in the description. And WhatsApp's a lot easier than emailing companies back and forth, which is a good thing. صافي هذا كان الخوت ان شاء الله نكملوا معكم دابا الفيديو وتشوفوا الامور ان شاء الله. الخوت بغينا نهضروا على واحد النقطه على حساب راكم عارفين مراكش الطاكسيات شويه كيكونوا صعاب مع حساب التوريست يعني الفتره اللي كنت فيها انا مع لويس تما كنشوف انه كيديروا يعني
الطريقه اللي كيخدموا معها توريس ماشي طريقه شويه مديره ماشي هي هذيك. الله يهديهم مع اسمحوا لي على حساب الضوء الله يهديهم على حساب مع توريس شنو كيديروا معاه في المعامله مثلا كيبغيو مثلا واحد 15000 فرانك غير على حساب باش يدير واحد البلاصه مثلا 150 درهم فهمتي يعني اللي نورمال مو خصو يخدم الكونتور. انا طرات لي هذه القضيه هذه معاهم بعض المرات كنلقى يعني مشاكل معاهم كاين اللي كيقول لي لا ما كنخدموش كونتور. انا جيت قلت ليه واحد خينا قلت ليه واش شنو واش يعني زعما عيني زرقين وشعري شهب لا لا انا بحالي بحالك واش ما كيهديكمش الله الخوت يعني هذه القضيه هذه ما ماشي خدمه هذه اللي كيديروا بحال هكا. Remember when we went to Marrakesh in November? Yeah. And we were walking, trying to find a taxi, and they were all saying no. Yeah. And then two policemen came. واحد ملي كنا في مراكش ذاك العام كان تش طاكسي ما كيبغي يوقف ملي كيوقف لينا كيعرف لينا المغربي معاها صافي كيمشيو حيت عارفين باغيين نصبو شنتو غير معظم شي طاكسيات ماشي كلشي بعد الاغلبيه كينصبو كذبش عليكم يعني هاد القضيه الصراحه. They're not allowed to say no. Yeah, they're not allowed to say no. كيقولوا لا هما ما عندهمش الحق. Casablanca they used to say no. وكيسورتوا الباب حيت عارف انك القضيه ديال غادي نجي غادي نحل الباب وديك الساعه اللي بغى يديروا يديروا فهمتوا. انا was pregnant. Yeah, كانت حامله ديك الساعه وكيشوفوها راه حامله. Which I'm gonna explain now. و كنا كنوقفوا في موالو ولا كيوقف كيشوفنا كيمشيو وما يجوا عند واحد رجاله بواحد الموطور على داك 96 ولا مع 600 ما عرفتينا واحد وقفوا عندي ولا كيعيطوا لي اجي اجي فلان اجي فلان وقفوا هذاك الطاكسي اش عندهم قلت لهم السلام عليكم مالك قال لي معاك الشرطه السياحيه قلت لهم مشرفين قلت لهم مشرفين ويقول لي عاد بداو هذا سمحوا لي الخوت راه مرضني بداو بزاف قال لي معاك الشرطه السياحيه قلت لهم مشرفين ويقول لي مالوش قال لك هذيك راه قال لي ما بغاديش ما بغيش يمشي قال لي علاش قلت له ما عرفتش ويحل عليه الباب قال لي هز الناس فين ما بغاو يمشيو وغادي دير لهم الكونتور غادي تخدم لهم الكونتور مع الويس كتحرك داكشي علاش كيمشي سوري اذا كنت وقت اوف يا ويلي ووك اتس فاين داكشي علاش الخوت كيبقاو قال لي هاد الخطره اللي قال لك شي حاجه غير ركب المهم قال لي مع داك السيد قال لي هضر معاه قال لي شوف غادي ديهم فين ما بغاوش وغادي تخدم لهم الكونتور قلت له الله يجزيك بخير شكرا قال لي شوف انت غادي تطلع عرفتي الصراحه البوليس عرفتي ملي داروا ديك القضيه عرفتي حسيت واحد القيمه الصراحه القيمه من البلاد يعني من الخدمه ديال الامن قدام هاد السيده هادي يعني عرفوا بان الامن عندنا راه داير خدمته قال لي شوف غادي تركب وهالرقم ديالو عندنا الا طرا شي حاجه وحطك في الطريق ولا زاد عليك الفلوس وما خدمش كونتور رجع عندنا يعني صافي هي الرقم ديالو عندنا صافي مشيت عادي وتولى صاحبي عرفتي هذاك السيد ولا ما بقاش بقيمته ولا كيقول لي لا هذوك البوليس كنعرفهم داير معاهم واحد واحد فوتي في حال هذا وكنت مخاصم معاهم ولا كيبدا كيبرد على راسه. المهم دابا غادي نجيو لمراكش ان شاء الله في شهر واحد الى الله دابا غادي نلقاو واحد المشكل هذا المشكل شنو هو المشكل حنا غادي نقولوا حنا خمسه بينا يعني مع البنيه ديالي انا لويز واميره ووالديها بجوج يعني ما غاديش نقدروا نركبوا بخمسه بينا في طاكسي صغير يعني خاصنا نتفرقوا فهمتي الخوت يعني خاصنا نتفرقوا دابا انا المشكله طحت فيه انا مغربي انا غادي نركب مع لويز ماشي مشكل والديا ملي غادي نقول لك في الطاكسي غادي يزيد عليهم ما يخدمش لهم كونتور نط قلت لويز هاد القضيه غادي نطيحوا فيها بحال هكا قالت لي شنو دير قالت لي سير انت مع اميره غير في انا وياها وهي غادي تمشي مع والديها when you told me I can go with Amira in the taxi and you and your parents you can go alone yeah. and what she said to you قلت لها لا راه غادي نصبوا عليكم غادي نشوفوكم كاملين نتوما قول اسمع اش قالت لي said no because I can't speak Arabic and اسمع 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 اخوت think we're a tourist make us pay too much okay what you gonna say in Arabic to knows that you're Moroccan اسمع try and be confident so he thinks I'm Moroccan قالت لك غادي تحاول باش تبان لي راه مغربية say السلام عليكم لاباس صافا صافا الحمد لله الحمد لله yeah and I'll just get in and I'll say what's center in Arabic Centre. Yeah. And if he said, no, you have to give me a lot of money, what are you going to say? I'm going to say. Then I'd just get out and I'd walk away and I wouldn't pay him. I'd say, I'm going to give you a lot of money. I'd say, I'm going to give you a lot of money.
Good. But you don't need to... No, you say it hard. أشمع أمك. And your hand? Show them your hand. ألا قال لك بحالك بالشبي اليوم غريبي وحق الله صدماتني أنا ملي قلت لي هذه الكلمة هذه قلت لي هي البارحة. قال لك معايا هي بيضة وشهبة غادي يخلوها تخلص بزاف هادشي اللي كيديروا عندنا والله العظيم أنا قلت لواحد قلت لي واش كتشوف في عيني زرقين وشعري شهب أنا بحالي بحالك. And you know because they drive crazy. And when I told that person, do you think that I have blue eyes and blonde hair? Outside the train station. على ذلك القضية دي اللي وش شعري شهب ولا عيني زرقين. You know because they drive crazy the taxis. Yeah. Like, and I was like, Andek, Amira. قالت لك معاك يمشي بالجهد تاكسيات قالت لك تقول لي عندك أميرة. Tell him about that taxi that nearly killed me in Casablanca when I was pregnant. واحد تاكسي كان غادي يقتل الخوت في كازا. كي طير الطاكسيات البيضين عرفتي زقلها وزقلها زقلها عرفتي واحد اللحظة سبحان الله. You missed me like this much. قالت لك غير شوية كان حداها. أنا سمحوا لي الخوت على هاد الدول اللي كيبقى يشعشع كل مرة سمحوا لي عليه وحق الله على حساب الشعب. ما بغيناش نمشي وحدة اميره باش نصدعوها وداك الشيء هذا هو البلاصه اللي يعني اللي نقدروا نصوروا فيها وبرا راه كاين البرد. سو اند بغينا نقول لكم على هذا اللوطيل الخوت اللي قلت لكم دابا عليه دابا هذا اللوطيل تيشكا شي زوين بزاف زوين. مع كنا مشينا ليها انا ولويز كنا في ذاك العام في نوفمبر وبقينا فيه كنا جلسنا 6 ايام دازت تبارك الله مزيان مع الفطور بخير عشي زوين زوين واحد لطيل ورخيص دابا المشكلة رخيص بزاف وطيل عشي رخيص بزاف أربعة نجوم ليلهم اللي فيه الشامبر مزيانين عشي نقيين تلفازة كبيرة يعني بلازما شحال من حاجة فيه مزيانة حيت عيوات كاين شي وطيلات في مراكش كاين عندهم شي تلفازات ديال شارلي شابلن و بيسين مزيان بيسين زوين بزاف بزاف مسبح But we say piscine. 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 La piscine. In French, it's not in Arabic. You know, because we use the... Both. Yeah, both. French language in Morocco, you know. Yeah. It's the second language. Mm-hmm. I الفرنسية الخوت هاب صح. أنا نقول لكم اللي كاين الخوت. هي الصراحة الفرنسي ما فين غادي تنفعكم الخوت يلا غادي تنفعك في البلاد ولا غادي تلقى شي فرصة إلا كانت عندك شي فرصة إلا كانت أنا كنعاودها مثلا فرنسا ولا بلجيكا ولا كندا يعني عندك الدول هادو. أما لونجلي راه عالمية الخوت راه نصيحة مني أنا اللي بنادم كي بغيت يتعمق فرنسي راه كل هو يعني كل هو الحرية ديالو فين كيرتاح وإنما غير إلا بغيتي تلقى يعني بيبان بزاف حيت أنا كيف قلت لكم أنا ملي خدمت هداك الشيء ولقيت خدامي اغلبيه لقيت كيف قلت لكم في الامارات في تركيا في مصر اش كيسولك كيسول على لونجلي ما سولين لا لا ديبلوم لا حتى شي حاجه لا فاش قريت لا يعني اش المستوى عندي يعني هذه بس زوينه لونجلي كتحطك واحد افاق بزاف يعني بيبان كيتحلوا اما فرنسي يلا كتعطيك واحد البلايص عندك المغرب والمغرب راكم عارفين يعني لا فوق صاحبي تما وداك الشيء الله يهدي الله يهدي الشاب اميره فاقت شفتوا الخوت وعلى اساس اميره ان شاء الله راه غادي نبينوا لكم ان شاء الله في عيد ميلاد ديالها يعني هذا وعد مني والله العظيم اي تولد ما قلت اميره غادي نشاو ديما من هابي بيرثدي فيرست بيرثدي شي ستيل تو سمول هي اللي ما باغاش راه مادام عندي ما بغاتش تبينها قالت كنخليها علاش الخوت سلامه من نهار كنا درنا من نهار تزادت وبنادم داك يعاير فيها بقى يعني بقى اطربيه بقى يعني اول معيوله كانت خدات واحد الدعوه دعات على واحد السيده بانها بغات ليها الموت كانت عندها غير 5 ايام في العمر ديالها يلاه تزادت عندها 5 ايام في العمر وقالت كنتمنى هذاك البيبي يموت الله يحفظها راه داك الشيء ربي الا شنو مقسم ومن بعد عاوتاني بغينا نبينوها واحد النهار وحق الله العظيم يعني اتفقنا بغينا نبينوها ناضوا شي وحدين عيروها عيروها بشي كلام يعني خيب بزاف صافي قلت لها ما خليها بلاتي ماشي دابا حيت انا هذاك الشيء صافي راه مابقاش كيأثر عليا انا اللي شي حاجه اللي عيرني انا بها ولا عير المدام ولا شي حد حيت عرفت واحد القضيه الخوت بنادم والله هي تزيرو بالله بنادم ما عنده ما يدار هذه راه هضرت على واحد النقطه هذه داك النهار حنا بعضياتنا كنبقاو حاضرين غير بعضياتنا ما كنبغوش يعني يعني نشوف شي حاجه اللي بمصلحتي
خاصني كنبقى حاضي بنادم ونبقى نعيب عليه باش نحطمه. هذاك الشيء مابقاش لخوتي وحق الله العظيم. حيت علاش اغلبيه الناس يعني اللي كنشوفوا اغلبيه الناس باغينا الحمد لله، هذه اهم حاجه. اما داك الشيء اللي ما باغي ما با... حيت اصلا ما كندير حتى شي حاجه عيب، ما كندير حتى شي حاجه خيبه، ما كنهضر على حتى شي حاجه نحقد بنادم على شي بلان، مثلا نعير البلاد، نعير شي حاجه بحال هكا. لا بالعكس، بالعكس كنهضر على واحد حاجه كنشارك معكم حياتي، واحد حاجه زوينه. يعني ديك الساعه ما عنديش مناش اللي غادي نقول لريا علاش عاتبوني على هاد القضيه، لا لا ديك لا ديك. الحمد لله انا متيقن بنفسي وعارف شنو كاين، ما عنديش مناش نخاف، ما عنديش مناش يعني نكعاول غادي نقول اه دوك عيروني وهادي صافي ونتقلق. لا صافي بالعكس، وليت كنعرف بان دوك الناس يعني الحسد وما عندناش شي حاجه اللي غادي نتحسدوا عليها. راكم عارفين انا قلت لكم على هاد البلاد هادي راه ما كايناش حاجه اللي غادي تحسد، غير هي كتبقى غير ترونكيل من ناحية منهاش، من ناحيه الشعب. راه الشعب هو اللي خير، وملي كنقول الشعب راه ما كنهضرش على كل شيء، راه واحد فئات راكم عارفين علاش كنقصد. حيت علاش هادي اللي كتخلينا بعدا ترونكيل وهاني وكنرتاح. لا تما البلاد كتبقى ديما حاضي بنادم شي حاضيك، ما كتشوف في البلاد راجع اللور، تخريب، الطوبيسات مهرسين، كلشي مخرب، الدنيا كلها زبل حشاكم. بنا شكون اللي دايرها؟ دايرها الشعب. غادي تقول عاوتاني اه حق الدوله؟ راه ما كايناش هاد القضيه هادي. والله الله يصور. صافي هادشي اللي كنتمناه وحق الله، هادشي اللي كنتمناه. والخوت هاد الكاميرا التليفون هذا مرضني انايا، سمحوا لي يا الخوت على حساب الشعب، نحاول نحطو هنايا، سمحوا لي والله. فهمتوا الخوت، ما الشعب هو اللي مدير هاد القضيه هادي، وكنتمنى الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. هذا ما كان الخوت. والمهم هذا كان اخر فيديو، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. اخر الفيديو سمحوا لي، عفوا ماشي اخر فيديو، يعني اخر حاجه في الفيديو هذا. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم. كيف كنقول لكم ديما، اي معلومه اي شي حاجه راه تحطوا تحت الفيديو، غادي تلقاو الانستغرام ديالي، تلقاو الصفحه الفيسبوك، تلقاو كل شيء ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه راه تحت الفيديو، وان شاء الله تلاقاو في فيديو اخر. وما تنساوش جيم 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 جيم، واللي ما بغاناش هو يدير ديسلايك، ماشي مشكل هانيه، ماشي مشكل، كيبقى حريه التعبير ديالو. ما عجبتوش صافي، ماشي مشكل، وكنتمنى نعطيو الافضل ديما. وشكرا لكم بزاف الخوت، ونتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.